مؤكد محتاجين نسمع وجهة نظر أخرى في تحليل هذه المباراة، وعشان كمان نقول لهم اليوم مبروك على تولي الإدارة الفنية لنادي سيراميكا كليوباترا كابتن ضياء السيد. مساء الأنوار ومليون مبروك. ربنا يخليك يا جنرال، مساء الأنوار وكل عام وحضرتك طيب وبخير. وأنت طيب يا حبيبي، ربنا يخليك، وإن شاء الله أكيد هبارك لك بعد شوية على مباراة امبارح، لكن ناخد الأول مباراتنا النهاردة ووجهة نظرك الفنية في أداء الأهلي وأداء الزمالك. وجهة نظري إنه اللي كان في تحفظ شديد من الفرقتين أو من الاثنين المدربين، ممكن يكونوا هم عارفين حالة لعبتهم أكتر من خلال المباريات اللي فاتت والنتائج المتذبذبة، لكن كان في تحفظ شديد، مفيش حد خد ريسك، مفيش حد كان في بيعمل حاجة فيها مجازفة علشان يعني يحاول يكسب، راضي بالنتيجة طول ما المباراة ماشية بشكل فيه تعادل، تغييرات عادية كلاسيكية ما فيهاش برضه ريسك، فخلت الريتم المباراة نفسه بطيء، يعني ريتم المباراة نفسه معليش ما فيش يمكن غير في الكورتين أحسن حاجة في المباراة الجونين اتعملوا بشكل كويس، سولية عمل اسيست كويس، ومصطلح محسن جيري كويس، طبعا في عدم تمركز من الديفنس الزمالك، الفينش بتاع صلاح ممتاز جدا انه كان هادي جدا، هو بيرقص وبعدين بيحطها عكس المدافع اللي كان بيغطي. طبعا جول اساسي في الكره اتنقلت، كان الزمالك ضغط لفوق واتنقلت بدايتها من عبد الشافي راحت لحازم رجعها، طبعا ساسي عملها رائعه، طبعا لو كان يقصدها في الجول فهي رائعه جدا بشكل كبير جدا، الشناوي كان ضامن زياده عن اللزوم على الزاويه القريبه فالجون اتفتح بشكل كبير، لكن هو جون رائع من ساسي، وده احسن ما في المباراه هو الهدفين. انت بتقول لو كان يقصدها، تقصد فرجاني ساسي ربما كان بي بي بيلفها جوه ال 18 لحد من الزمالك؟ ممكن تكون كان، لكن يعني انها تتعمل بالعرض يعني، لان هي الزاويه صعبه جدا، لكن في النهايه هو جون رائع. جون رائع بشكل. طب بص عليها تاني، انا اعتقد هو موجهها يا كابتن ضياء. طبعا موجهها بوضوح لان رايحه مباشره، والحته دي ما كانش فيها حد من الزمالك. مش فيها حد طبعا. اليو ديانج كان المفروض يضغط عليه داخل جوه ال 18 بدون داعي ومعهوش حد. لا قصدها فعلا. بالظبط. طيب فيما يتعلق بخروج حميد احداد في الدقيقة 70، اسف شيكابالا في الدقيقة 70 ودخول حميد احداد والابقاء على اوباما، برغم يعني اذا كنت تتفق معايا ما كانش هو اوباما، هل كنت شايف ان التغيير ده؟ اتفضل. صح حضرتك يعني بتتكلم صح، بس هو مين ظلم اوباما عشان هيحطه راس حربة وهمي؟ ما هو انت لو حطيته في راس حربة وهمي مش مكانه، وانت خسرت راس حربة، فانت ودي من ضمن التحفظ اللي في طريقه اللعب، يعني هو كارتيرون عكس الدور الاولاني طول الملعب شويه، لكن طوله بدون انياب اللي هو راس الحربه، انت لازم تطول الملعب لما هتعمل نقله هجوميه بشكل كبير، عكس انك تلعب في نص ملعبك، بس لازم يكون في راس حربه شغلته راس حربه. فالطريقه انك تلعب راس حربه وهمي ضيعت شغل اوباما، اوباما بينزل وبيدافع وبيجي من تحت لفوق، يروح في مناطق التهديف بس يكون جنب راس حربه، جنب واحد راس حرب. لو انت الكوتش يا كابتن ضياء، عندك سيف الجزيري وعندك مروان حمدي، مين كنت تبقيه حتى ولو على دكه البدلاء، سيف الجزيري ولا مروان؟ هو بعد سيف الجزيري برضه مش فاهم، احنا ما نعرفش يعني، هو ادرى هو بعده دايما اللي موجود مروان. يعني لحد الماتش اللي فات هو مروان اللي موجود بالظبط. ما ده 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 سؤالي يعني، ده سؤالي ليك انت شخصيا، لكن هو سيف عنده خبرات اكتر وبيلعب في منتخب تونس وعنده خبرات اكتر، لكن بس الكلام ده لازم يبقى شغال معاه من الاول، هو مش شغال معاه بشكل منتظم برضه، احنا ما نعرفش، هو اضرب الظروف، لكن المباراه كانت محتاجه راس حربه من بدايتها عشان تزود الضغط بتاعك والشغل بتاعك، لكن عمليه راس الحربه الوهمي ما خلت اوباما شكله وحش، وكان لازم يكون هو اول تغيير. بالظبط. طيب هاخدك سريعا كده لمباراتك امبارح مع بيراميدز، وانا بعتبرها من احلى المباريات الحقيقه يعني كيف تعاملت مع هذه المباراه، وكيف استطعت ان يعني
تقلب المباراة من هزيمة بهدف لفوز بالثلاثة، وبعدين جون رابع بعد الهدف الثاني للبيراميدز. كابتن، هي مباراة طبعا لازم تعمل حساب فرقة بيراميدز، فيها لعيبة كبيرة ولعيبة ثقيلة وفيها وفرة لعيبة ممتازة بشكل كبير جدا. انا عندي لعيبه كويسه جدا ولعيبه في نجوم موجوده جوه الفرقه، انا بتكلم نجوم على اساس خبراتهم، لعبوا في اهلي وزمالك ولعبوا في انديه كبيره، يعني موجودين بشكل كويس. فانا تعاملت نفسيا من الاول ان انا اوصل ازاي لعيبتي انهم ما يقلوش اي حاجه عن فرقه بيراميدز بشكل كبير جدا. طبعا عقبال ما طلعوا من ده خدنا نص ساعه، بيراميدز متحكم في الجيم وجاله بينالتي كان عليه جدل، لكن بعد النص ساعة دي اللعيبة خلاص اتحررت من الضغوط اللي عليها وانطلقت ولعبت اللعب اللي هم بيجيدوه، لعب الكورة الصح، وعملنا جونين في آخر 10 دقايق، وده أنا بشوف توقيت مثالي إنك تجيب اتنين وأنت متأخر وبعدين تدخل أوضة اللبس، فأنت بتصدر هناك قلق وأنت بتبقى داخل بروح معنوية أعلى. وكمان توفيق ربنا إنك بتنزل في نفس العشر دقايق اللي أنت نهيت بيهم، يعني توفيق ربنا، ودي نادرة ما تحصل كورة انك تجيب كمان جونين يعني. بالظبط. فدي وسعت الفارق، فبتعلي روحك قوي بشكل كبير جدا، وطبعا صدرت انك هناك هتبتدي تعمل بقى تغييرات فيها مجازفة وتعمل ريسك و و و وتبتدي تلعب تحت ضغط. طبعا بيراميدز جبت كورة وضغط، وده كان متوقع، لكن الحمد لله احنا دافعنا كويس قوي. ومش عيب انك تدافع، مهم جدا انك تعرف تدافع، دافعنا كويس وربنا وفقنا بنتيجة المباراة، لانه انت اشتغلت شغل احترمنا طبعا فرقة بيراميدز جدا جدا جدا، على هم يستحقوا الاحترام كلاعيبة كورة وكفرقة. لا. فالحمد لله ربنا وفقنا يعني. عندي لوغاريتم مش عارف له اجابة يا كابتن ضياء، معرفش عندك له اجابة او لا. يعني صالح جمعة مع النادي الاهلي غيابات وتأخيرات وتخلفات وما بيلعبش ومش عارف ايه وخصومات زي ما هو قال اكبر يعني خصومات في تاريخي، وبعدين فجأة هو في سيراميكا منتظم وملتزم، وامبارح بيصنع هدفين وقبل كده متألق. اللوغاريتم ده ايه يعني في الاهلي؟ لا ينفع عند اللعيب نفسه وكده، هو اللي حس انه فقد حاجات كتيرة جدا ومش عايز بقى يعني يفقد الباقي، فهو بعتقد انه الرجوع ده منه هو. وخد بال حضرتك، حضرتك كنت كوتش كبير، مهما تعمل وتحاول تساعد اللعيبه وتقدم له، اذا ما كانش هو عنده الرغبه انه عايز يرجع وعايز يبقى كويس، خصوصا ان عنده داتا كويسه كلاعب كوره، فهي انت هتبقى بتفحت في البحر. فصالح ملتزم جدا وعنده يعني من خلال كلامه معايا انه ملتزم انه عايز يرجع المنتخب وعايز يأدي بشكل كويس، فنتمنى انه يوصل للدرجه دي باذن الله. سمعنا ان هو في نادي اخر طلبه مع بدايه الموسم الجديد، هل في اخبار عن الكلام ده يا كابتن ضياء؟ كل ما هيتالق هيطلع الكلام ده يا كابتن، لانه صالح لعيب كان في النادي الاهلي، والنادي الاهلي نادي كبير وكان الجمهور بيحبه. فطبعا لازم هيبقى في انديه من الانديه الكبيره تبقى عايزاه. المهم عندي انه يتالق ويخدم الفرقه مع زمايله ويروح المنتخب، بعد كده لكل حدث حديث. صحيح صحيح. اداره سيراميكا. جميل. طب اخيرا هو هيلحق الماتش الجاي؟ لان كنت شايفه طالع مصاب. لا هيلحق ان شاء الله. يعني هيلحق المباراه القادمه. انت عندك الماتش الجاي سموحه يوم 15 ان شاء الله. عندك سموحه ان شاء الله. توفيق يا كابتن ضياء، والف مبروك مره ثانيه. اشكرك يا كابتن مدحت. مبروك. اشكرك. انت طيب يا حبيبي، اشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقائنا مع الكابتن ضياء السيد، وتحليل اخر لمباراه الاهلي والزمالك، حوار اخر ولكن بعد الفاصل.